سبحانه وتعالى منهم من عمك. اي يا رجال لا غير امسكهم اذيونهم كذا. لا والله لا والله والله يا والله ما بت فيها والله. انت خليني اكمل السيناريو وانت كمل امن عندك. يلا روح يا بندر. لا عندك شيء؟ ما ادري ايش عندك. عندك يا حسن؟ عندك سالتن صار لوا. طيب نبغى هذه الجلسه تجي لك ما تصدق. التدشين الاول الثاني في بعد باقي قهوه. العمر قهوه ايش دعوه؟ أدري الشراب قد كان لابس الأسد. شراب عيل غامدي. اسمع يا اسمع بند. أسلم. وأنا ألقى ذاك الزرافة. في وسط النفود. والله. لا إله إلا الله. يومي براس. لا لا لا. بين العش وسط النفود. بين العروق. ايوه زرافه زرافه وياكم من الشتاء الواو زرافه هو الزرافه اي انت الزرافه مو بعبد الله لا لا اعلمك دوري لهم الحق اقعد احرر وانا معي سلاح لا لا عندك عندك ما كان معك عندك. ما كان معك سهم 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 ذاك القديم ايه. سلاح يعتبر سلاح ابيض سلاح نعم لا وكان يا جميع منا انت انبغ انت انترم وانا مد القوس وانت قوسي قوسي الزحام الزحامك يعني كان يوم ثبت زي كذا وانا عاين ايمت عليه ايمت ايام ايمت عبد الله الزهران تولد ايش جابه في النفوذ اني قلته والله اني انت اسمه انت اسمه زرافه انا قلت له زرافه قلت كويس ان لقيناه رخيص وانا جاي عند عبد وانا جاي قلت بندر كان بيذبحك كله كان قلت يحسبك زرافه ها مو معول والله العظيم يطول الوقت ساج ما ادري حتى ذا وش كان الو كادي يا الربع اسلم اسلم والله اني ساج اكو ساج انجرت ما ادري طالع من الشرقيه الا والله واحد من الشباب يجي محلف بيض الله وجه اني احبه وجه راسا يا ولد هنا يا ولد هنا برنامج اي هنا برنامج لا برنامج النوار نبغى نقدم فيه ايش اللي قال والله عندي حركه بسويها في البرنامج ما عندك مشكله ايوه اسلم يوم خلاص اصمل قال اي والله اصمل العيال دخلهم في الجروب وحركات قلت يلا ادخل لو في واحد ما شاء الله عليه يشبه الله يرحمه هذا حياه بس انه مبين لو كاد ليش ايش؟ يشبه فهد محيان لو كاد والله ولد الرجال فهد محيان سعد دخل الرجال والله ما ماشي الرجال مره ما عنده حد شايف النفس تكلم تكلم ما حد يتكلم رجال مره ولا مش شاكه ضب مربع سلي سلي عندك اعتراض على الضبان؟ لا لا اقول كان ضب مربع شو قطر الضبان؟ من هو؟ شو قطر الضبان؟ نفس اللي معك في البديل فين؟ في البديل فين؟ اوكاد والله يجتمع الشباب الوعد وين قال والله الوعد؟ لوس انجلوس لا لا في مجلس واحد من ربع مسوي عند قويه ودي وين عند من الرياض؟ هو من الرياض عند عمود لا عند عمود ما يطيح كان الكلام على العمود ذا يطيح كان تجود فيه عند التريل واحد وريه وش جيت؟ اللبن اللبن عينته من ثم الخط عينته معروض في الوادي ولا سيد يشرب من اللبن والله يسامع انا كب نص اللبن في الخط انت حفرت اللبن لا يا رجال انا ناقص ها؟ جزعت اللبن في ذمتك لا لا هو على مسافه اللبن على مسافه الدبل على مسافه اللبن ما ادري انا اسف تشرب منه يا اخي اسلم الاخضر اسلم منه شوي اسلم انت عصافير مو بسود هو كان طال ماركو والله نجتمع وقابل لي واحد بصراحه يشبه ميسي يشبه ميسي ولا مو ميسي
يا فيصل خيلك ورب المصحف انه قلب عامل يدهن ويشتغل والله نصد اي والله وش تسوي اما انا يا طوال العمر والسلامه انا جاك اليوم ما عندي من الشيخ خلاف اللي سقطت لي بمنصور من ضيق انذق بالابره انذق بالابره والله ايش جاك انا افضل انذق بالابره ضايقت من بالدنيا ولا ادري مهوجس مهوجس لا ايه اليوم اقول لو ذيك اللي والله انا ضيق من ذق بالابره لو انا وقع فيها حول فيها يا بالله لا اله الا الله امشي بهذا الحفره تمشي امشي 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 لاني في مصور يجي ترجف انا سمعت جيت عند ابى اطلع لو ذا المكان مقفل لا يا رب خيره افكر بزبوز وبعد اقطر اجلس يوم من الرجال ايوه عني تمضمط بك يوم لبن يوم تمضمط فيك اي انا لا صعب عليك طلعت من البريسس حق الله اليوم الشد لا لا واقعد اقط ثلاث ايام بليالين زين استويت في الحوض كم عبيت؟ ها؟ بانيو ونص اسرع الله لا يوفق الله جت عند عبد الله خلينا نفسي نعج الله في الورات اللي من هذا يوم جت الله بغيت ابها على سجاد خفت خفت لا الطيارات تغوص على معود اي والله مساعد عندي لك تحدي بس اقول لكم حاجه بيننا بين وعلى وجهي لا حد يتغدى شوفوا ذي بيلعب تغديت في ذمتك تغديت لا في ذمتك لا والله ما في ذمتك تغديت اكلت بذجان بس ها ابشركم دليل تيسن كامل اي ثاني من عنده حني اذا عند ابو علي بجيبه لا حد يتغدى يتكسب من وراكم نواف نبغى نواف نقاطعه عبد الله وجهك والله اسمع 40 ريال يا ريم جور 40 ريال اسلم يا اتيك المنارة تقدر تروح هناك تشغل علينا بالدريشة والله تقدر؟ والله لا اقدر فيها درجة جرد صوتك ما يبغى عبد الله انا مشروع انا اقدر اطلع معك والله بس اخاف تنشا ها؟ الصوت تخاف تنشف بتعين والله هدلا يلعب الشمس يا غايبة ترى يا ضالي قلي الله أكبر عليك بالله بالله قول قليلي شي حاتم كان الدبان اللي يجيك على الطليان تمنى نجر الموضوع جر علينا واحسبنا على خلا على درع جبيرا حبا جاك جاك عاد عاد عايش البلوط لا ادري وانا رهيب الماء واحسب الماء طلبنا بخير صوته كامل سلام ضيعت لي كملي وانا رب يلا 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 طلبنا بخير جر الموازه قبل شوي ما طلبنا بخير يلا
طلبناي كيوني ما طلبنا بيخي نزل من الصوت ايش البيت ما طلبنا بخي يلا اللي طلبناك ما طلبنا بخي ما طلبنا عجل دلة عجل نبي أخي ليه يا مسعد ليه يا رجال ازعج ازعج لا الله لا اله الا الله يا مسعد يلا حين سوى يا الدلة اللي هي الدلتيك ترى عجلها قد هي خبز قد هي والله بيت بناها الله اسلم حيا على شهد شهد من اهلها حيا على ورد اهلي والله ما تغل اللي يغريك ابو علي ولا الربع ذولا كله ولا فضلك على من عندي اي والله هذه مويات كم فرق كل ما جيت تعديته لا اشوف خطه ولا اقرا وش لوحاته كم افرق كل ما جيته تعديته لا اشوف خطه ولا اقرا وش لوحاته الله المفرق حبيبي كل ما جيته يفرض علي ليل تفعت وتنيت ما فرق كل ما جيته تعديته اشوف خطاه على اقرا وش لوحاته عصريه روحت ما هي بعصريه قعيده جس وهرج روحي بروحي عصريه دين عار وإذ ما هي بعصرية قعد وهو جس مهرج روحي وحوحي على شان امع تجي تبين لي رجلي على حالها وانا على حالي رجلي على شان مكزي تبين لي رجلي على حالها وانا على حالي الكسر ما هو في رجلي علي كلي وانت السبب في الغرام بالأول وتالي الله الله يا رجال ذا الشجر ويش هو ويش ذا هذا النيم هذا يقول بزرومي ها نقاله بزرومي ذا هذا اللي يجي يحطونه على المزارع على اليال لا لا ذاك الأثل هذا طال عمرك المورينجا لا يا ابوي هاي بزرومي ذا صادق ولا من الكيس لا لا مو مورينجا والله لا لا مو مورينجا هذا مورينجا مورينجا وش هذا بزرومي المورينجا هذا له فوائد عظيمه ولكن لا يصلح او لا ينصح بزرعه امام البيوت لان عروقه شرسه تتفرع وتكسر الجدران وتكسر المورينجا اوه اللي ورقته خضراء ذكرها بالخير يا ولد شفته مورينجا الله يمشيك بالخير هاي تمشي دقيقه دقيقه هذا العود كيف الحال يا مرحبا ومسهلا والله يا عم بس كيف الحال ابو عبد الله دقيقه طيب به هذا شايب انه مروح مروح اي تمشى دول الشمس فيتامين د ناقص كيف الحال؟ نظرة قدوم بلبلة يتهقش ايه يطالع معروفنا يا رجال نظرة بلبلة شعنا كيف يتهقش الشمس من جهرته ها؟ فيها ابو دبه الشمس من جهرته يا نافي ما زاد
استحى الله يكبر ليل قول هذا ظنتي انه من زد رصيد يا مرحب مرحبا ومسهلا يا هلا بس شو كان تخجي من الجامعه حلو بعدها وين بطلع قصير